الحمد لله هو في وعي والحمد لله والجمهور ان في يعني منافذ البيع وطريقه الشراء والاليه الشراء. يعني حتى احنا دائما نطمن الناس الحمد لله الخير متوفر والحمد لله المواد الغذائيه متوفره والمخزون. وصرحوا حتى عندنا الاخوان المسؤولين في الوزاره ان المخزون متوفر من المواد الغذائيه الاساسيه كلها متوفر. يعني الحمد لله دش الجمعيه الحين متروسه في الأسواق المركزية الموازية كلها متروسة. يعني احنا عندنا يعني يوميا الجولات التفتيشية على هال خصوصا منافذ بيع المواد الغذائية. يعني ان ما صح المستهلك انه نفس ما صار يعني يشتري خبز اللي كان احتياجك انت 3-4 خبزات تروح تشتري لي 30 خبزة. فالحمد لله الخير واجد ومتوفر، وحتى اللي صار يعني ما له داعي كان فيه الهلع.